المستشفى هنا بيرجع اسمها الحاجة بهية. الحاجة بهية دي كانت زوجة مهندس حسين عثمان. السيدة دي أصابت بمرض سرطان الثدي وتوفت بيه، فقررت عائلتها إن هي تنسب لها حاجة لاسمها، صدقة جارية على روحها. المستشفى هنا منقسمة لقسمين تشغيليا، يعني قسمين: قسم الفحص المبكر لكل السيدات مصر اللي فوق 40 سنة، وقسم تاني لعلاج سيدات مصر من سرطان الثدي بغض النظر عن السن. الافتتاح الرسمي للمستشفى هيكون 11 ان شاء الله 2015. الدور الارضي هيبقى دور العلاج الاشعاعي. الدور الاول عباره عن دور العيادات، عيادات الجراحه واستشاريين الاورام واخصائيين الاورام، عيادات القلب والكشف المبدئي هيبقى في الدور الاول. نطلع بعد كده للدور الثاني، ده دور العيادات الخاصه بالعلاج الكيماوي والصيدليه الاكلينيكيه المسؤوله عن تحضير الادويه للمرضى اللي هياخدوا جلسات الكيماوي. والدور الثالث هو دور الأشعة التشخيصية بكامل أنواعها، والمعمل برضو في الدور الثالث، والمعمل اللي هيبقى فولي إكويبد عندنا، يعني المعمل بالكامل مش محتاجين نحنا ناخد تحاليل برا. المرض ده من 8 سنين وتعالجت منه. أنا شفت الإعلام بتاع المستشفى، الحقيقة ما كنتش عارف إن هي طبعا مجال أنا أول وهلاء بالنسبة لي، إن أنا كنت جاية على أساس إن أنا أشترك وهدفع مصاريف وكده، وأنا باجي هنا وأنا سعيدة سعيدة جدا. أنا كنت الأول ما أقدرش إن أنا أرفع إيدي أجيب حاجة من مثلا من الدولاب من فوق، دلوقتي بقى الحمد لله بقدر أرفع إيدي إلى حد ما. مش حاسة؟ أيوه. الوجع؟